طيب قريش بعد ما يعني هاجر الصحابة إلى الحبشة ومكثوا هناك آمنين، قال ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي ثأرا فاجمعوا مالا. دي القصة اللي وقعت، ودي يا أخواننا فيها فوائد كثيرة، خلاص بس نقراها بروقة كده. قالوا فاجمعوا مالا واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده لننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم، فابعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. طيب عمرو بن العاص هو ابن وائل السهمي وادخال لعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص كان من دهاة العرب، من أذكياء جزيرة العرب رضي الله عنه، عشان كده بتلقى الطعن فيه في التاريخ كثير جدا، وكان قائدا محنكا شجاعا ذكيا، حتى قيل عنه أنه قال لولا الإسلام، يعني لولا أني دخلت الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. العرب كلهم ما بيقدروا على عقلية عمرو بن العاص رضي الله عنه. الوقت ده كان مشرك، واختاروا معه عمارة ابن الوليد وهو أخو خالد ابن الوليد، وكان عمارة ابن الوليد رجلا جميلا، ودي هتلاقينا في موضعين مهمين بذكركم ليها. طيب ابن القيم بيقول إنه الذي بعث معه هو عبد الله ابن ربيعة، عبد الله ابن ربيعة ابن عم لعمارة بن الوليد ود عمه، لكن الراجح والله أعلم إنه اللي مشى معاه عمارة ابن الوليد، زي ما حيجينا في تتمة القصة حصلت فيها أشياء عجيبة جدا. طيب شالوا هدايا معاهم ومشوا إلى النجاشي. قالوا لما جو قالوا، أنا مرات بختصر القراية في الكلام الطويل، قالوا بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا، شعب يعني وادي لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش، فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه قاضي جعفر ليفسد عليك دينك، كلام ده للنجاشي، وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وآية ذلك يعني علامة إنهم ديل جايين يفسدوا عليك دينك وهم جايين بدين جديد، قال له إذا دخلوا عليك لا يسجدوا لك، أي لا يسجدون لك. وطبعا دين أول ما جوا داخلين على النجاشي سجدوا له الاثنين، هما ما فارقة معهم، ها الموضوع ده عندهم بسيط جدا، سجدوا للنجاشي ولا يسجدوا لصنم، كله الموضوع ده واحد، سجدوا له قال له دي لك يسجدوا لك. وصح دي لك ما بيسجدوا له. طيب في رواية جابها صاحب السيرة الشامية، النجاشي قال لهم طبعا هم مشوا للبطارقة من برا وديل جلساء النجاشي، طبعا دائما حاشية الرجل هي بتأثر في القرار بتاعه، وديل ناس العلماء والعباد والزهاد الجالسين حول النجاشي،
فهم دارين يأثروا على رأي النجاشي، مشوا أدوا ديرك دفعوا لهم، قالوا أدوهم هداياهم في الأول. ها؟ أيوة شغل الرشوة. وتذكروا كلمة الرشوة دي، لأنه في آخر القصة أنا داير أحكي لكم نقطة قال النجاشي فيها عجب والله. تندمك على إنه أنت في حياتك دي مشي الرشوة كله كله. طيب لما الرشوا البطارقة من برا قالوا لهم نحن بس دارين منكم حاجة، النجاشي ده يطرد جعفر ومن معه من غير ما يسمع منه، دارينكم تعملوا كده. فأول ما بلغوا النجاشي قالوا له يا أخي أطرد النازل، تعجب النجاشي وغضب، قال لا الله لا يكون هذا بأرضي. شكرا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت رسله من هناك قال لهم أمشوا للنجاشي فإنه لا يظلم عنده أحد، قال لهم لا يكون هذا بأرضي حتى أسمع منهم، فإن كانوا كما تقولون وإلا قال لهم إن كانوا كما تقولون رددتهم معكم، وإلا قال لهم لا أحمين من التجأ بي واستجار بي. دي الناس قال لهم جوني أنا مظلمين واختاروا جواري من بين الناس، كيف أطردهم؟ طيب فدعاهم، أول ما جو عند الباب قال جعفر رضي الله عنه قال يستأذن عليك حزب الله. فأول ما دخلوا عليه النجاشي قال لهم من الصائح؟ قال جعفر أنا، لأنه من برا جعفر اتفق معهم قال لهم أنا خطيبكم الليلة، أنا اللي بتكلم. فقال قام قال له أعد علي صياحك، أنت من استئذانك الأول ده كان شنو؟ فقام أعاد عليه جعفر ثاني، قال ومن أين تعلمتم هذا؟ قالوا من نبينا. فحياه بتحية الإسلام السلام عليكم. فأعجب النجاشي قال هذا ما بشرت به كتبنا. شد عندنا. طيب فقال جعفر إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي بأمر هذين الرجلين. دلك قاعدين. قال له فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. يعني قال له بدل يكون الكلام كثير خلي النقاش يكون بيننا وبين منه، بين الاثنين دين واحد منهم يتكلم. طيب فقال عمرو لجعفر تكلم، وهذا من ذكاء عمرو بن العاص، لأنه زول اللي بيتكلم أول أنت بتعرفه داري يقول شنو عشان تمشي في نفس المجرى، ولكن جعفر كان أذكى منه وموفقا. مرات أنت بتكون ذكي لكن ما موفق، الذكاء براه ما بينجح، لا بد من توفيق رباني. كويس. جعفر قام قال له شنو؟ فقال جعفر للنجاشي سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا، أو أبقنا يعني هربنا من أربابنا فرددنا إليهم. فقال عمرو بل أحرار كرام. دلول انتهت. نحن لو عبيد رجعنا، لأنه العبد يرجع على سيده، لأنه ملك له وده مال. طيب سؤال الثاني قال هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو بن العاص ولا قطرة، نظيفين من الدم.
فقال هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو بن العاص ولا قيراط. كل ده نظيف، لا دم زول لا مال زول ولا نحن ملك لزول، نحن أحرار. فقال النجاشي ما تطلبون منه؟ طيب انتوا دارين منهم شنو؟ لا ملك ليكم، لا أكلوا قروشكم، لا هربوا بدمكم، دارين منهم شنو؟ قال كنا نحن وهم على أمر واحد. دي إجابة جعفر رضي الله عنه، على دين آبائنا. لا عفوا، دي إجابة عمرو بن العاص. قال كنا نحن وهم على أمر واحد على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. طيب يا إخواننا، شوفوا في ملاحظة هنا مهمة. الخلاف اللي واقع بيناتهم كان يعني معه شيء من القيم. بتلاحظوا الحاجة دي؟ مع انهم مختلفين، لكن عمرو ما غير الحقائق. الكلام اللي قاله كله حقائق ولا يتبلى عليهم. ولما جعفر سألوا عن أشياء بتضر ساحة جعفر رضي الله عنه ومن معه، عمرو أقر له بها. ودي أخواننا هذه العلامة، أن يختلف الناس مع المحافظة على القيم المتفق عليها، دي علامة الصلاح في أي مجتمع. ولو لقيت أي مجتمع بيختلف بقيم، أعرف إنه ممكن يصل لنتيجة. لكن لما يختلف الناس بغير قيم ولا أخلاق، ما ترجو منهم خير تاني، ديل ما بيتلموا. مما تلقى عدوك بكذب عنك، بكذب فيك وبيزور الحقائق وبيظهر للناس خلاف الواقع، أعرف إنه عدوك ده لو كان صديقك ما بينفعك، خليه يبقى عدوك. زي ده لو بيقى صديقك ما نافع. ولا تحرص على صداقته ذاته ده. لكن الإنسان لما يعاديك بقيم رفيعة، شوف هسه النازل الكلام، الحوار الدار بيناتهم ده ما فيه كذب، واضح. شوفوا كلام كمان، كلام عمرو. فقال النجاشي ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدغني. قال جعفر أما الذي كنا عليه فتركناه هو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الإسلام جاءنا به الله جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له. أول ما الموضوع جاب سيرة كتاب ابن مريم، النجاشي في الوقت ذاك ضرب الناقوس، الناقوس بتاع النصارى، قال لهم اللي مولاي العلماء كلهم، أحبار النصارى الرهبان كلهم جيبوهم، لأنه الموضوع ده بعد ده جاب ليه شنو؟ جاب ليه علم. جاء وقت الأذان. طيب فلما اجتمع القساوسة والرهبان قال لهم النجاشي أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ في نبي بعد عيسى ولا ما في؟ في كتاب عيسى الإنجيل؟ قالوا اللهم نعم، فقد بشرنا به عيسى عليه السلام، وقال من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ فقال يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا أن نعبد الله وحده
لا شريك له. فقال اقرأ علي مما يقرأ عليكم. فقرأ عليه سورتي العنكبوت والروم، ففاضت عين النجاشي من الدمع وقال زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، وقبل كده القصة كان جبناها برواية تانية مطولة. طيب فعمر ذا يمكر بهم، فقال إنهم يشتمون عيسى وأمه. للنجاشي قال لي بيسيئوا لعيسى وأمه. وطبعا يعني بفهم النصارى بفهمهم ما يقوله الصحابة يعتبر شتم، لأنه هم بيعتبروا عيسى بن مريم ابن الله، والصحابة بيقولوا هو عبد الله، فالكلمة دي هم بيعتبروها شنو؟ بيعتبروها سب وشتم. كيف يقول عبد الله وهو عندهم ابن الله؟ طيب فقال ما تقولون في عيسى وأمه أو أمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم آيات الأولى من سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، قشة صغيرة قدر الحاجة الوقيعة الوقيعة في العين. فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا. كلام كنت تقوله ده قالوا المسيح عيسى بن مريم. في رواية تانية فتناخرت البطارقة والقساوسة، يعني بيقوا بطنطنوا بيتحد زعلانين من الكلام ده. كويس. فالنجاشي قال لهم ائتوا بكتابكم، جيبوا الإنجيل وشوفوا فيه شنو. فلما قرأوا وجدوا الكلام يهوذاته. قالوا وفيه أنزل الله تعالى، لأنه بعد ذاك بعد ما سمع النجاشي كلام النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، لما سمعوا صار يبكي وبكى البطارقة. ربنا أنزل فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأقبل النجاشي إلى عمرو بن العاص قال والله يا عمرو لا أسلمكم لا أسلمهم إياكم بدبر من ذهب، جبل بتاع ذهب والله ما أديكم له. قال لجعفر ومن معه اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، بلغة الحبشة معنا أنتم آمنون، من سبكم غرم ومن آذاكم غرم. بعد ذلك بقى شنو؟ حتى قال لهم اللي بيسبكم يدفع لكم كم؟ فقال النجاشي يدفع ربع دينار، قالوا زدنا ما رضيانين، لحد ما يوصل 4 دنانير على ما أذكر في الرواية. قالوا زيدنا. أي زول في الشارع أسألهم ولا ضايقهم بيدفعوه بيقطعوه صال طوالي يدفع عليهم. شفتوا العدالة دي كيف؟ بعدين قال النجاشي مقولة عظيمة، قال ما أخذ الله الرشوة مني فآخذها. فيه حين رد علي ملكي وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه.